جاهز في لقاء ديربي ورا داخل منطقة الجزاء محاولة خطيرة لكن البارسا كانت من رونالدينيو. دينيو في أول تهديد في أول محاولة لمينا تلقى كرة كانت من علي ساندرو ميستا استقبلها وسددها ضاع رونالدينيو يواجه بيكولو انتظار التنفيذ من رونالدينيو. رونالدينيو بلبسه هيا وريالو هيا حارس المرمى دخل في التوقيت لا يحصد عليه سيينا طرد حارسه بالبطاقة الحمراء ودخل في ركلة أمام فيرونتينا. هذا هو دينيو بالكعب لفلاميني محاولة المرور الناجح من أنتونيني اللي دينيو يمرر وريالو يتحرك وريالو يسدد والمتابعة تدخل ناجح والكرة تعود رونالدينيو فاصل مهاري من هذا السحر رونالدينيو يمرر رونالدينيو الكرة تمر بيكا عند أندريا بيرلو لرونالدينيو محاولة من بوريلو أنتونيني وسط الملعب جاتوزو فلاميني لغاية الملعب وترك مكانه لماريكي يانكولوفسكي وبيرلو أيضا في وسط الميدان وفي الهجوم بيكم رونالدينيو أول ولامتشاني حكم مساعد ثاني أمامنا أول محاولة وأول كرة كانت من رونالدينيو لكن كاسانو وبالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي. هذه محاولة وانطلاقة من رونالدينيو فريق ميلان من هذا اللقاء رونالدينيو بلمسه لبوريالو سدد وحارس المرمى انهيل في الشوط الاول لكن ماكاروني ضاع الفرصه. رونالدينيو يلعب كره داخل منطقه الجزاء الراسيه دينيو لبوريالو هذه المره بوريالو كيف فيه متابعه من تلعب عليه ناحيه لوكا انتونيني ليانكولوفسكي رونالدينيو يخطف الكره يشارك في الدقائق القادمة أمامنا كرة رونالدينيو. هذا هو المبدع هذا هو الذكي يانكولوفسكي لرونالدينيو المتابعة ما جديد الكرة عند رونالدينيو وهناك خطأ وصلت المحاولات من جانب ميلان سيتابع لوكا ركنية لميلان بيكا بيلعب كرة مقوسة الراسية الثالثة هذه المرة من دينيو استراكيناريو محرز الدنيا ثنائية لرونالدينيو وثنائية لميلان رونالدينيو يتخدم باتو ويصبح الأندية الأول في ميلان الكابو دافورو في هذا اللقاء
مرة تانية للمكروني، مرة تانية للمكروني ضيع، محاولة تعود للميلان من جديد. مكروني بيرلو، بيرلو مرة رونالدينيو،